استطلاع مركز معلومات مجلس الوزراء الذي أفاد بأن 82% من المصريين سعداء، من المؤكد أنه تم في غرزة سيد علي في الأهرام. مصر تتمدد فوق بحيرة هائلة من الفساد المروح، فهم هويدي في الدستور المصرية. الحكومة ليست حلالا أو حراما، الحكومة مكروهة، جلال عامر في البديل. أما الكلمة المأثورة الأخيرة فهي للقارئ سعيد حسنين، منشورة في مجلة أكتوبر، بيقول فيها: ما الدنيا إلا خابور مغري. مع ذلك كل سنة وانتم طيبين. البرنامج هيحتجب الأسبوع اللي جاي، ونرجع إن شاء الله الجمعة 19 ديسمبر. يا أمة الفانة، يا أمة عدمانة، يا أمة ألنطة، يا أمة كل اللي شغلت النهاردة مسلسل هشام وسوزان بعد مسلسل تامر وشوقية، يا أمة كانت أمة محمد بقينا أمة مهند. أستاذ حمدي، ألا يشبه هذا ما فعله منتظر الزايدي برأيك؟ أرجو ذلك. خلي أقول المشاهدين، هذه حلقة قلم رصاص. هل هي كانت الحلقة الأخيرة من قلم رصاص أم كان في عدة حلقات أخرى؟ هل توقف حلقة من حالي شهر فاتح؟ هل توقف البرنامج الآن؟ لا، أنا في إجازة مؤقتة. ما هي مدة الإجازة؟ عدة أسابيع. لا، داخلين بقى على كريسماس ورأس السنة وإلى آخره. طب بقرار ذاتي أو هي قصرية؟ لا، إحنا هنا مش البرنامج، أنا جيت على أساس نناقش منتظر من طبعا إيش. ولكن حاجة حرية التعبير. أنا الحقيقة ما عنديش تعليق. ما عندك تعليق على هذا الموضوع؟ طيب مرة نعمل زي المسؤولين نقول لا تعليق لا تعليق. ما هو الأقوى برأيك؟ هذا الكلام على التلفزيون أو ما فعله منتظر الزايدي؟ حذاء منتظر الزايدي. ولا تعتبر أنه إذا توقف البرنامج بفعل هذه المداخلة حذاء يعني منتظر الزايدي أقوى كثيرا؟ قلت في مقدمة يكون رأي حمدي قنديل بس قد أسكت. حذاء منتظر الزايدي زي ما قلت في بداية الحلقة أهم كثيرا، أنا قلت أنا حتى أهم كثيرا مما قلته خلال 5 سنوات الماضية منذ غزو العراق.